متابعينا اكيد نور بصباحنا، ووصلنا لاولى فقراتنا لليوم رح نحكي فيها عن حاله يمكن كثير عم نتعرض لها او عم يتعرضوا لها اولادنا او عم يتعرض لها حدا بهمنا، هي التنمر. اكيد ليا، يمكن بالاونه الاخيره عم نشوف قديش التنمر عم يكون فعليا كثير سهل على الاشخاص اللي حوالينا، بس يمكن نحن الكبار عندنا ادراك ووعي اكثر من الصغار. اليوم بنشوف اطفال يمكن بعمر كثير صغير عم يتعرضوا للتنمر من خلال المدرسه، رفقاتهم، المحيط، قديش هيدا الشيء بياثر على شخصيتهم ونفسيتهم. رح نحكي عن هيدا الموضوع اكثر مع نيفين الركابي، مدربه تنميه بشريه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم. صباح الخير. صباح النور. بالبدايه خلينا نحكي شو هو مفهوم التنمر. يمكن كل حدا بيفسره على ذوقه وكل حدا بيحسه تنمر، لكن التنمر تنمر اللي هلا كثير موضه دارجه مثل ما بيقولوا، شو هو ضمن مفهوم بالتنميه؟ يعني هلا التنمر هو مفهوم واسع جدا، وكلمه تنمر يعني هي كلمه فضفاضه بينطوي تحت العديد من المسميات، ولكن بشكل عام هو سلوك عدائي. هذا السلوك العدائي قد يكون عداء لفظي او جسدي او جنسي او نوع من انواع التمييز العنصري او الطائفي، بيمارس من فرد على فرد او من فرد على او من مجموعه على فرد، وهو يعتبر من الاعتلالات النفسيه الاجتماعيه. اكيد. طيب يمكن حكينا ببداية المقدمة نيفين انه التنمر يمكن عند الكبار بيكون هن اكثر وعي وادراك وبيقدروا يتصدوا لهذا الموضوع، ومع ذلك بيأثر على نفسيتهم وشخصيتهم، لكن الموضوع مختلف عند الاطفال. خلينا نحكي عن التنمر عند الاطفال خصوصا بالمدارس، لانه الاطفال ما كثير بتعبر وما كثير بتحكي. كيف فينا نعرف انه طفلنا نوعا ما عم يتعرض للتنمر؟ يعني بعض الاشارات يمكن اللي انا بتقلي كأم لا ممكن يكون عم يتعرض للتنمر بشكل مستمر بالمدرسة. تمام. بدنا نلاحظ تغيير واضح بسلوك الطفل، ممكن وجود كدمات غير مبررة على جسمه، بصير بميل للانعزالية أكثر، بصير انطوائي أكثر، بنلاحظ أنه ممكن يحكي بشعوره بالوحدة، بصير في تقلب بالحالة المزاجية وعنده غضب شديد، بنلاحظه بصير بيتنمر على اخواته مثلا، او من لحظه بصير بيشتكي بشيء بحاله مثلا لونه، جسمه، شيء اوريدي هن تنمروا عليه فيه، وبصير عدواني اكثر، بصير بمارس العدوانيه كنوع من تفريغ عن العنف اللي عم يتعرض له بالمدرسه او باي مكان. نعم. فاذا ظهرت هي المظاهر على الولد، فبيكون لازم الام تدير بالها انه في شيء غلط عم يصير مع الولد. نيفين، اكيد التنمر له انواع وله اشكال عديده، منه اللفظي ومنه النفسي. خلينا نحكي عن انواع التنمر. انواع التنمر عندنا التنمر الجسدي، هو بيكون مثل ضرب، دفش، اخذ اغراض او اتلافه او ايا يكن. عندنا التنمر اللفظي، بيكون بالشتائم، بالتهديد، بالسخريه، نطلق عليه القاب جارحه نوعا ما. عندنا التنمر النفسي، بيكون بالنظرات، بالتربص، بس يجي هيك بيطلع وبيتوشوشوا. عندنا التنمر الاجتماعي، بيكون متقصدين التجاهل وانه يحسسوا انه هو وحيد، فبصيروا بيتجاهلوه، بيعملوا انشطه من دون ما يقولوا له، هذا التنمر اجتماعي. وعندنا اخر شيء التنمر الالكتروني اللي ظهر جديد واللي كثير كتران هلا، انه اي حدا ورا شاشه التليفون بيعطي لحاله الحق انه هو يتنمر على اي شخص ويجرحه وينتهك خصوصيته يعني. طيب خلينا نحكي عن الاسباب اللي بتؤدي للشخص انه يتنمر، يعني الاستسهال بحريه الاخر واختراقه والتنمر عليه، شو اسبابها؟ في كثير اسباب وكل حاله لها اسبابها، ولكن بشكل عام بدنا نرجع للاسره يلي هي نواة منشأة الطفل. فإذا كان الطفل بأسرة فيها مشاكل، ما فيها استقرار، الأم بحزب والأب بحزب، فهو رح يكبر الولد على نظرة إنه يا أنا يا الآخر، مو أنا والآخر سوا، ما بيكون في علاقة تكاملية. ممكن يكون تعرض لنوع من أنواع العنف الجسدي أو اللفظي، أو ممكن يكون تحرش جنسي بيوصله ليصير متنمر، أو ممكن حتى التنمر
وكمان التنمر بيولد مقارنة مع الأقران أو إذا تعرض بعض الأفعال بيقوموا فيها الأهل 100%. إذا تعرض لتنمر بفترة من فترات حياته فهو بصير متنمر. وفي كثير أسباب، هي كل حالة إلى أسبابها، ولكن بشكل عام هي الأسباب. يعني بشكل عام البيزك الأساسيات، أهم شيء الأسرة. الأسرة هي أهم شيء للولد، لأن الطفل بيخلق بيور، فهو بيتأثر وبينعجن بالأسرة القريبة منه. 100%. نيفين، خلينا نحكي كيف فينا نحن كأشخاص واعيين ننقذ حالنا من التنمر. أكيد كل حدا مننا معرض أنه يتنمروا عليه الناس، ولكن كيف فينا نحن نحسن حالنا، ننقذ حالنا، ناخذ التنمر أنه هو يعني فينا في يكون عندنا سلاح نفسي ندافع عن حالنا وما نتأثر بالتنمر؟ نحن ككبار ولا كأطفال؟ ككبار. نحن ككبار، كأطفال أكيد يمكن صعبة شوي، بدها شغل من الأهل والأم. نحن ككبار لازم يكون عندنا وعي إنه أنت قيمتك ما بتاخديها من الشخص. يعني إذا أنت تنمرتي علي، هذا ما بيكون في غلط فيني ولكن الغلط فيكي. فإذا أنا مكرمة، هو البني آدم مكرم، حتى دينياً الإنسان مكرم، فأنا مكرمة من الخالق. طول ما أنا متصلة وأخذة قيمتي من حالي، من جوا، من ذاتي، من متصلة مع الأخذة قيمتي من الخالق، أنا مكرمة. أنا عارفاني حالي مكرمة. فإذا أنت جيتي قلتي لي أنت غبية، أنا شو دخلني؟ هذا شيء بيعبر عنك. أنا قيمتي باخدة مني وليس من المحيط اللي حواليي. طبعا هي بدها مرحلة وعي معين، وبدها شغل كتير على تقبل الذات، التصالح مع الذات، قدي أنت بتحبي حالك، قدي متصالحة مع حالك، قدي عندك الرضا الداخلي، وقدي أنت بتعرفي قيمة حالك. هو أهم شيء الواحد يشعر بقيمة حاله. يعني الطفل يلي تربى على أنه الاعتزاز بنفسه والشعور بقيمته، هو بيكون أقدر حتى بس يكبر أنه كيف يحميه ويدافع عنه. طيب نيفين، خلينا نحكي عن تأثير التنمر على نفسية الشخص وخصوصا الأطفال. يعني خلينا نقسم أول شيء للبالغين، قديش بتأثر على نفسيته بالمستقبل، وقديش بتأثر على نفسية الأطفال. لأنه نحن يمكن عم نعطي بعض الأسلحة للكبار قديش في فعليا فيهم يسلحوا حالهم، بس الطفل الموضوع مختلف نوعا ما، وبيكون فعليا يعني كيان صغير لحاله. فموضوع التنمر يمكن كلمة للأسف أو نظرة بتأثر، يعني بنشوف من خلال أطفالنا بتأثر بشكل كتير كبير على نفسية الطفل. هلأ الأشخاص يلي تعرضوا للتنمر هن أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأمراض عقلية، جسدية، اجتماعية، عاطفية. بصير عنده قلة ثقة وضعف بتقدير الذات، يعني بصير قيمته لذاته منعدمة وقلة ثقة بالنفس. بصير عنده حزن واكتئاب شديد ومشاعر توتر وقلق، حتى بصير بيفقد الاهتمام بالنشاطات المحببة له بشكل عام. بصير بيبعد عن العالم، ما بيحب الاجتماع مع الاجتماعات المنزلية العائلية أو أي مكان بيكون فيه اجتماعات. وكمان بصير أكثر عرضة للإصابة بخطر الانتحار نتيجة للاكتئاب الشديد يلي بيمرق فيه، فبصير بيخطر له أفكار انتحارية. نعم. خلينا نحكي شوية عن المراهقين اللي هن يمكن أكثر فئة عمرية بتخوف بوقتنا الحالي، وأكيد من الشيء والظروف اللي عم يتعرضوا له. التنمر للمراهقين قديش هو خاطئ؟ التنمر مفهوم التنمر خاطئ بشكل عام لأي حدا، ولكن عند المراهقين لحتى يثبتوا حالهم بصيروا بيتنمروا على رفقاتهم، لحتى يمكن يثبتوا أي شيء بصير عندهم حالة من التنمر. أحيانا بيتنمروا على أهلهم، ما عاجبتهم أمهم، ما عاجبهم أبوهم، ما عاجبتهم عيشتهم. كمان هي حالة التنمر اللي ليش بتصير عندهم؟ ليش فجأة بيصير عندهم حالة من النكران والتنمر على الغير؟ هو بيكون في ممكن لأنه هنن متعرضين لهذا الشيء، ممكن هذا سبب من الأسباب. وبيكون في نقص أو حرمان عاطفي أو نقص اهتمام، فهنن بدهم يلفتوا النظر بهي الطريقة، بصيروا بيتنمروا لحتى يلفتوا النظر لإلهم. وممكن يكون الدلال الزايد، يعني الدلال الزايد بيوصل لأنه الشخص يوصل لمرحلة أنه هو أناني نوعا ما، بيفقد التعاطف مع الآخر. كل شيء بده إياه بصير، فهو إذا أنت ما عجبتيني أنا بحق لي أني أتنمر عليكي. هون بيجي دور الأهل، إنه نحن لازم نثقف الولد حتى لو كان طفل والمراهق، نثقف الولد على موضوع التنمر، إنه التنمر هو مرض، وبدل ما أنا أعاني من الشخص يلي تنمر علي، أنا يكون مشاعري شفقة عليه. وضروري إنه نفهم كمان الأطفال إنه نحن ما بنرفض الفعل،
ما بنرفض الشخص، بنرفض الفعل، ما بنرفض الشخص، بنرفض سلوك الشخص. فانا ما برفضه هو كمتنمر، ولكن برفض سلوك التنمر. فلما بنصير في وعي بموضوع التنمر وانه هو مرض وهو سلوك خاطئ، ونصير نحكي للمتنمر انه شو الصفات بالشخص المحبوب، انه هذا السلوك خاطئ ولازم انه نحن نغيره، وانه هو نتقبل تقبل كامل لحالته، لانه هو فعلا هو مرض وهو شيء مو بايده. فكل ما علينا الوعي بهالموضوع، كل ما هو ببلش يعرف حاله اكثر انه هو عم يقوم بسلوك خاطئ وبيتعدل اذا كان بمراحل لسه قادرين نسيطر عليها. طيب خلينا نحكي عن هي النقطه تحديدا. بالبدايه كيف فيني انا اصلح الطفل ليقدر فعليا يدافع عن نفسه، ما يكون سهل وعرضه للتنمر؟ شو الاساسيات اللي انا ببلش معه بالخطوات الاولى؟ وبعتقد هي بالسنوات الاولى، لما نحكي بالاربع خمس ست سنوات، قديش بعزز له ثقته بنفسه اليوم، قديش انا بحب شكلي، بحب مظهري، بحب كل التفاصيل اللي فيني شو ما كان، يعني شو لوني، شو بشرتي. هي اساس فعليا لاقدر انا بالمستقبل لما اتعرض لتنمر ما ياثر على نفسيتي، شو ما كان المحيط، شو ما كان يمكن اشكال التنمر اللي ممكن يتعرض لها. تمام. بدنا نشتغل، بدنا نشوف وين نقاط القوه بالشخص ونبلش نشتغل عليها، ننمي له نقاط القوه، نعطي يعني نحكي بايجابيه دائما معه، نحسسه انه هو له راي بالبيت ويحترم رايه ويحترم وجهه نظره، نعلي له ثقته بحاله، نعلمه كيف يحب حاله، يتصالح مع حاله عادي، انه ممكن انا اليوم في تعبانه طلعت لي حبق ما مشكله، انا متصالحه مع حالي. ونخليه ممكن الانشطه الرياضيه اللي بتحسسه انه هو عنده ثقه بحاله، الانشطه الرياضيه للدفاع عن النفس، اذا خليناه يلتهى بالانشطه الرياضيه فهو كمان بصير عنده ثقه اكثر انه هو قادر يدافع عن حاله. وضروري واهم شيء وبرجع باكد انه موضوع ثقافه التنمر، نحن لازم نفهم الطفل شو يعني تنمر، ونفهم المراهق شو يعني تنمر، وانه هو مرض ولازم يعالج، والشخص المتنمر نحن مشاعر شفقه تجاهه. فهي لحالها انا برايي انه هي حمايه، وقت اللي انا بشوف انه انت مريضه وانا بشفق عليكي فانا ما بقعد بتاثر، يعني انا ما بقى حولت التاثير لانه انا عم حاول ساعدك بدل ما اتاثر. فهو ضروري موضوع التثقيف بموضوع التنمر كمرض. طيب في كثير من الأشخاص هنن ممكن بيحطوا نظارات سميكة، ممكن بيحطوا سماعة، ممكن منظرهم يمكن ما إنه كثير مقبول لدى المجتمع. كيف هوني يعني أنت حكيتي بنقطة، أشرتي إنه لازم يكون عندنا ثقة، لازم نلهي حالنا بأنشطة رياضية وغيرها، ولكن كيف فينا نحن إذا نمتلك صفات هي شوي صدمة للمجتمع؟ في مجتمعات يعني أو في ناس مريضة ما بتتقبل الآخر وبيصيروا بيتنمروا على هذا الشخص، هون كيف فيه هو يدافع عن حاله؟ شو هو سلاحه لازم يكون؟ لازم يعرف إنه الغلط مو فيه، يعني نحن ما فينا نبني على غلط، ما بني على باطل فهو باطل، هو الأساس غلط. الغلط مو في، ممكن الشخص يكون بيحط نظارات ويكون سوبر ذكي، ممكن الشخص يكون بيحط سماعة بس هو يكون أشطر من كل زملائه يعني يكون في مكان أوكي هو عنده نقص فيه، بس في مكان تاني هو كتير منيح فيه. بس هي الأساس المجتمع، نحن لازم ندرج ثقافة تقبل الآخر، إنه أنا أتقبلك شو ما كنتي، شو ما كان لونك، شو ما كانت جنسيتك، شو ما كان دينك، شو ما كان مذهبك، شو ما كان شكلك، أنا أتقبل. نحن لازم نشتغل على هلأ صار كتير، هي مخلفات الحرب أضرب من الحرب نفسها، يعني من زمان كان في تقبل أكتر، منلاحظ كتير هلأ إنه صار كله عم يتنمر على بعضه، ما بقى حدا تقبل حدا، أنتي مو مثلي فأنا بحق لي أحكي عليكي، أنتي كتير مخلفات الحرب للأسف تبرمجنا على كمية من الأمراض والعقد النفسية اللي هي كتير غلط. بس أنا ما فيني أجي ابني على هي الأمراض وأقول شو لازم نعمل، لا، هي اللي لازم تتصلح. نحن لازم نبني، نرجع ثقافة بالمدارس، لأنه نحن عم ننشئ جيل هو بالنهاية رح يصير، يعني إذا بدنا نصلح مجتمع بدنا نبلش من المدارس ومن الجيل اللي هلأ عم ينشأ. صحيح. فنحن لازم نبني ثقافة تقبل الآخر. نحن معرضين دائما، نحن الحمد لله بصحة ومنيح، بس نحن معرضين إنه يصير معنا أي موقف بالحياة. فلما يعني لما حدا بيتنمر علي بشيء فهو الغلط مو فيني، الغلط فيه، أنا بدي عالج المشكلة، إنه نحن نتعامل مع الأشخاص بتقبل. أنا ما بيهمني أيا شو ما كنتي، ولا شكلك ولا مذهبك ولا حتى ولا شيء، ولا دينك ولا لونك، أنا متقبلتك أنت كإنسان. ندرج مفهوم الإنسانية، الإنسان مكرم، حتى إذا بدنا نرجع للأسس الدينية عنا فهو الإنسان مكرم، يعني هي
تلك حدود الله فلا تقربوها. انه انا وقت اللي بدي اتعدى عليكي هذا حد التكريم، انا عم بتعدى على حد من حدود الله. فاذا عززنا هذا الشيء الديني والانساني والاخلاقي انه نحن نتقبل ونحترم حدود الاخر، ضروري نتعلم نحترم حدود الاخر، بنكون حلينا المشكله، يعني بنكون حلينا مشكله التنمر فعلا. صحيح، ويمكن هي الثقافه لازم تكون موجودة بالسنوات الأساسية، هي بتبلش من البيت، من المجتمع المحيط، لتقدر تأثر بشكل كتير كبير. ولازم الصحة النفسية بالمدارس. صحيح. يعني ضروري نحن لازم نعترف إنه نحن الكبار أوقات بطريقة أو بأخرى منكون شكل من أشكال التنمر. يعني الأم يلي بتقارن بين الأولاد إنه شوف أخوك شو نجح وشوف أنت شو كسلان، شوف أخوك وين صار وأنت لساتك فاشل، هذا شكل من أشكال. صحيح. التنمر. الأنسي أو الأستاذ اللي بالمدرسة يلي ممكن يستعمل العنف أوقات، هذا شكل من أشكال التنمر. فهي لازم نأكد على الصحة النفسية بالمدارس بالبيت، يعني الأهل يهتموا أكثر أو نعطي أهمية أكثر. هي هذا نحن ما نعطي أهمية للأسف، بس هي بنفس أهمية الصحة الجسدية وإذا مو أهم كمان. صحيح. فضروري نعطي أهمية للصحة النفسية. صحيح. والصحة النفسية أشرتي إلى نقطة كثير مهمة بالبيت. قديش مهم اليوم نقدر نعلم أولادنا يحكوا لنا، يعني لما نقول صحة نفسية سليمة قديش الطفل بيكون مرتاح بالبيت، يقدر يعبر لأهله ويحكي شو عم يتعرض له بشكل يومي. لأنه أحيانا أطفال يمكن بيعرفوا الأهل بوقت كتير كتير مؤخر أنه هو متعرض للتنمر، لجميع أشكال التنمر. مزبوط. كيف فيني أنا أعلم طفلي من البداية أنه أي شيء بيتعرض له أنا أعرف فيه؟ لازم الطفل يكون مآمن أنه هو أهله رح يتقبلوا أي شيء ممكن هو يحكي لهم إياه، قد ما كان غلط، قد ما كان غير لائق، قد ما كان غير مقبول. لما نحن بدنا نبني علاقة ثقة مع الطفل، هي الثقة ما بتنعطى، الثقة بتنبنى. فأنا واجبي أني أنا أبني علاقة ثقة مع الطفل، أني أنا أتقبل شو ما إجا سألني. ممكن يجي يحكي لي شيء أنا بنظري كواعية هو شيء غير لائق أو شيء عيب أو شيء غلط، بس لا، أنا لازم أكون متقبلة اي شيء ممكن الطفل يجي يحكي لي اياه. فلما الطفل بشوف انه انا متقبلة، الطفل ما بيحكي لاهله لانه ردة فعلهم بتكون قاسية، فهو ما بيعود بيحكي. لما الطفل بشوف انه في قبول من اهله باي شيء ممكن يحكي، فراح يصير يجي يحكي لهم كل شيء. حتى الطفلة اذا تعرضت لتحرش راح تصير تجي تقول لامها، لانه ردة فعل الام راح تكون متقبلة لهذا الموضوع، فراح تصير في علاقة ثقة بينهم وبين الاطفال. لازم مهم كثير انه نحن نعلم الطفل ونزرع بالطفل لغة النقاش والكلام والإقناع. الطفل يلي بيتربى على لغة الحوار وفن الكلام بيطلع شخص مؤثر وفعال، بيطلع زوج ناجح، بيطلع بشغله ناجح. ضروري كتير إنه نحن نبني هي العلاقة بين الأهل والطفل، ونعطي الطفل حقه إنه نحن نحسسه إنه هو حدا مهم بالبيت، إله قيمة، إله رأي، حتى ولو كان رأيه مو مهم. لازم نورجيه أهمية لهذا الموضوع، نسأله عن رأيه، وجهة نظره نسمعه. هذا كله بنبني له ثقة بنفسه للطفل، وعم نبني علاقة ثقة بيننا وبينه ليجي يحكي لنا. تمام، 100%. يعني فينا الصحة النفسية يمكن هي أهم شيء لبناء جيل المستقبل يلي نحن ناطرينه إن شاء الله بإعادة البناء، إن كان نفسياً إن كان اقتصادياً. كمان نشكرك كثير. شكراً كثير لك، شرفتينا. بدي أتشكركم وصباحكم.